مسلم في استقبال رمضان يسارع إلى الخيرات، يعني فاستبقوا الخيرات، يقول أنا أريد أن أستبق للخيرات. عندما يسمع يا باغي الخير يقبل، أنا باغي الخير، أنا أريد أن أقبل، أريد أن أتبرع، أريد أن أفعل. ومن هنا في وقف القرآن الكريم نقوم بتحضير وجبات إفطار الصائم على قسمين، إما وجبات والوجبة تكلف $5 على الشخص، طبعا ليست محصورة بإفطار الصائم، وإنما إطعام طعام مطلق، يعني لو ربما كفلنا مثلا أسرة فيها 5 صائمين وامرأة حائض، نقول الخمسة يأكلوا والامرأة لا، أنت خليك على جنب، أنت مالك إفطار، أنت واحدة حائض وبدك تفطري كمان. هي إفطار صائم وإطعام طعام، $5 على الشخص. وأيضا هناك كراتين التموين، $30 الكرتونة تكون للعائلة، ننوي تجهيز 500 كرتونة ل500 عائلة، وننوي تفطير 1000 صائم. فيا باغي الخير أقبل.